ومن جميع أنحاء البلاد تأتي قوافل الشاحنات محملة بأطنان من الحبوب ووجبات الصويا والحبيبات الغنية بالبروتين التي ستصبح أطنانا من اللحوم. ولكن سنستهلك من الماء 100 لتر لإنتاج كيلوغرام واحد من البطاطا، و4000 لتر لإنتاج كيلوغرام من الأرز، و13000 لتر لإنتاج كيلوغرام من لحم البقر. هذا ولم نحسب بعد كمية النفط المستهلك في عملية الإنتاج وفي النقل. أصبحت زراعتنا معتمدة على النفط. صحيح أنها باتت تستطيع إمداد ضعفي عدد سكان الأرض بالغذاء، لكنها قوضت التنوع وأرست نظام القالب الواحد، وهبت الزراعة كثيرا منا رغدا ما كان يحلم به، لكنها جعلت من النفط عماد حياتنا. هذه هي عقارب الزمن الجديد. فساعة عالمنا باتت تنبض اليوم على إيقاع هذه الآلات المنكبة على استخراج النفط. وما دامت الآلات منتظمة في عملها فإن الطمأنينة تسكننا، أما إذا أصابها عطل فيهزنا الارتباك. هذه الآلات يراقبها العالم بأسره ويخبئ فيها آماله وأحلامه. تكبر الآمال والأوهام بازدياد احتياجاتنا، إنها رغبات نهمة. نعرف أن نهاية عصر النفط الرخيص بات قاب قوسين أو أدنى، لكننا لا نريد أن نصدق. يعتقد كثيرون أن هناك اسما أسطوريا يجسد الحلم الأمريكي خير تجسيد، لوس أنجلوس. في هذه المدينة يتساوى عدد السيارات مع عدد السكان. عندما يأتي الليل تقدم الطاقة عروضها المدهشة، فيما لا يبدو النهار أكثر من انعكاس شاحب لليالي التي تحول المدينة إلى سماء مرصعة بالنجوم. وتزداد السرعة، ما عادت المسافات تقاس بالأميال بل بالدقائق، وأدت السيارات والطرق المعبدة إلى نشوء العديد من الضواحي التي يستقل فيها كل منزل كقلعة آمنة. لقد أضحى نموذج القلة المحظوظة من البلدان حلما عالميا تتغنى به شاشات التلفزة في أرجاء المعمورة. حتى هنا في بكين تمت محاكاة هذا الطراز بحذافره، وتقهقر أمامه فن العمارة الصينية التقليدية حتى كاد يختفي. أصبحت السيارة رمز الراحة والتقدم، ولو اتبعت الدول كلها النموذج الأمريكي لما كان في العالم اليوم 900 مليون سيارة، بل 5 مليارات سيارة. تتزايد السرعة، وكلما تطور العالم زاد تعطشه إلى الطاقة. في كل مكان تدور الآلات وتحفر الأرض لاستخراج قطع النجوم التي دفنت في أعماق الأرض منذ نشوئها، المعادن. في السنوات 20 القادمة سيتم استخراج خامات معدنية بكميات تفوق ما استخرجه البشر طوال تاريخهم، لكن وبسبب القوة والسلطة يستأثر 20% من سكان العالم 80% من هذه الثروة المعدنية. قبل نهاية هذا القرن سيؤدي الإفراط في استخراج المعادن إلى نضوب احتياطي الكوكب كله. ما زالت السرعة في ازدياد، الموانئ تستقبل الناقلات والبواخر المحملة بالنفط والوقود لتلبية احتياجات الإنتاج الصناعي في زمن العولمة. تسافر معظم البضائع آلاف الكيلومترات من البلد المنتج إلى البلد المستهلك، وقد ازداد حجم التجارة الدولية بمقدار 20 ضعفا عما كان عليه عام 1950.
يعتمد التبادل التجاري على الشحن البحري بنسبة 90%، إذ يتم سنوياً شحن 500 مليون حاوية متجهة نحو بؤر الاستهلاك الرئيسة في العالم مثل دبي. تعتبر دبي أحد أكبر مواقع الإنشاءات في العالم، وفيها يصبح المستحيل ممكناً كإنشاء هذه الجزر الاصطناعية في عرض البحر على سبيل المثال. دبي بها موارد طبيعية قليلة، ولكن دخلها من البترول يتيح لها استيراد ملايين الأطنان من المواد واستخدام الخبرات من جميع أنحاء العالم. صحيح أن دبي تفتقر إلى الأراضي الزراعية، لكنها تستطيع استيراد الطعام. تفتقر إلى الماء، لكنها تزخر بطاقات هائلة تنفقها في تحلية مياه البحر. شيدت أعلى ناطحات السحاب في العالم، شمسها متوفرة على مدار العام، لكن ليس فيها ألواح لاستغلال الطاقة الشمسية. إنها مدينة تسابق الزمن بطموحاتها وتتماهى فيها الحقيقة والخيال. تعد دبي بمثابة منارة المال الجديدة في العالم. تبدو دبي أبعد ما تكون عن الطبيعة، رغم أنها الأكثر اعتماداً عليها في العالم. باتت المدينة تحاكي نموذج الدول الغنية، بيد أننا نتغاضى عن حقيقة مرة أننا نستنزف ما توفره لنا الطبيعة. منذ عام 1950 ازداد صيد الأسماك 5 أضعاف، من 18 إلى 100 مليون طن متري في السنة. آلاف من سفن المصانع تواظب على تفريغ المحيطات. 3/4 أماكن صيد الأسماك باتت منهكة أو مستنزفة أو توشك أن تكون كذلك. أدى الصيد المفرط إلى انقراض أغلب الأسماك الكبيرة، إذ غدر بها الصيد دون أن يترك لها وقتاً للتكاثر. إننا ندمر دورة حياة وهبت لنا. يشكل السمك غذاءً رئيسياً لخمس سكان العالم، لكن المخزون السمكي الآن في تناقص. لقد نسينا أن الموارد شحيحة. هناك 500 مليون إنسان يسكنون الصحاري المنتشرة في المعمورة، عدد يفوق مجموع سكان أوروبا كلها. هؤلاء يدركون قيمة الماء ويعرفون أنه عصب الحياة، فيقتصدون في استخدامه. هنا يعتمدون على الآبار التي ينساب إليها الماء الجوفي، ذاك الذي تراكم تحت الأرض عندما كان المطر يهطل على تلك الصحاري قبل 25,000 عام. بفضل الماء الجوفي يتمكن السكان المحليون من زراعة المحاصيل،
فيما تتخذ الحقول أشكالاً دائرية تبعاً للأنابيب التي ترويها وتدور حول محور مركزي.